نعم، حتى الآن كاترين الأوضاع هادئة هنا في هذه المدينة، ولكن صفارات الإنذار دوت على الساعة الثالثة ليلا طالبت أيضا السلطات الناس المدنيين بالنزول إلى الملاجئ. بعض السفارات بالمناسبة كانت قد تواصلت مع رعاياها وطلبت منهم الخروج من المدينة للتوقعات بأن يكون احتمال تصعيد بالقرب من هذه المدينة، خاصة وأن هنالك احتمالات بأن تحاول القوات الروسية النزول شمالا بمحاذاة الحدود مع بولندا لقطع الإمدادات العسكرية التي تصل إلى أوكرانيا من الدول الغربية. إسبانيا كانت قد أعلنت بالمناسبة أن هنالك أسلحة هجومية ستصل اليوم أو غدا إلى أوكرانيا. هذه المساعدات بطبيعة الحال جزء من المساعدات التي ترصدها دول حلف الناتو لأوكرانيا لدعم الجيش الأوكراني. أيضا هنالك حديث عن وصول مضادات طائرات ودبابات من ألمانيا إلى أوكرانيا. إذن الأوضاع هنا هادئة، ولكن ما نشهده الآن هو حركة نزوح مجددا بعد أن كانت قد خفتت كاترين خلال اليومين الماضيين. هنالك كما شاهدنا بالأمس كنا عند الحدود، هنالك اكتظاظ على المعابر الحدودية، هنالك معبرين في بالقرب من هنا من مدينة لفيف مع الحدود مع بولندا. الحالة هناك مأساوية نوعا ما، الناس ينتظرون لليلة أو ليلتين حتى الوصول إلى الحدود الثانية، حدود بولندا، الطرف الآخر من الحدود، حدود البولندية. كاترين،